كثيرا على وجوات داخل المكتب الظفار في منطقة عفر ولا يوسف. كاتب الكاتب الفرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سي محمد نبزار، الصحفي والأخ الكبير. وعندما أقول لكم أنه أعلم على الكثير، أعلم على الكثير، لكم أن تتصوروا معاناة شخص برزانة الأخ سي محمد نبزار وبحماس جواد محلات. تفضل. سي محمد نبزار واحد من وجوه الصحافة الاتحادية. مرحبا، تفضل سي نبزار. غادي غير عندهم تما في نصيبهم الحظ. ايضا الزعيم الاستاذ المناضل احد رموز الحزب الذي ظل وفيا للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه ولفكرته، صديق ورفيق المناضلين والمناضلات اساسا بمنطقه المعارف، الطبيب الدكتور مولاي احمد الفاروقي. اختار الاصدقاء والاعزاء في قاع المعارف أن يكرموا هذه القامة المناضلة الكبيرة الدكتور سي محمد الفاروقي. تفضل أستاذ. عميد كلية الطب سابقا، أخ ديالنا، جزء من هذا المسار النضالي المتواصل، يستحق منا التصفيق ويستحق. نحن سعداء أنه أحد هاتنات هذا الواقع لهذا الحزب سي محمد سي مولاي احمد شكرا سي فهد. سعاد فرحانة. أيضا الأصدقاء، العائلة الاتحادية الكبيرة التي يزخر بها حزبنا في منطقة المعارف، سي مديد ذاكرة منطقة المعارف والوفي الأول لكل المناضلين والمناضلات الذين مروا من على درب المعارف. اقترح المكرم اليوم، سنكرم الاخ مديد اولا ثم بعده نختار نكرم المناضل الاسم التالي. تفضل اخ مديد المناضل وفي اتحاد اشتراكي القوات الشعبيه في منطقه المعارف، الذاكره الاتحاديه الحيه التي سهر ويسهر على تدمير هذه المنطقه، والذي اكد مرارا وتكرارا على انه جزء من الذاكره التي لا تموت ولم تقتل ولم تضعف، ذاكره المعارف. سي مديد. وكان متوهجا بصدق في إيجاز هذا العرس النضالي بمنطقة أنفا. أنادي الآن على واحد من وجوه منطقة المعارف، دائما مع منطقة المعارف، الأستاذ مناضل سعيد المتوكل. تفضل أستاذ سعيد المتوكل. أستاذ بكلية الطب، أحد القامات المناضلة في اتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، واحد من الذين يحفظون ذاكرة الحركة الاتحادية، يحملونها في مسارهم العلمي ومسارهم النضالي و
دوز دور هنا. لا 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 ل